حاجه بشكر جمهور النادي الاهلي طبعا، قال لهم الف مبروك واللعيبه والجهاز الطبي. طبعا الجهاز الطبي، تعالى يا دكتور بعد اذنك، بعد اذنك يا دكتور. مبروك يا ابني. الجهاز الطبي طبعا الدكتور احمد والدكاتره كلها بصراحه. تعالى يا دكتور بعد اذنك يا دكتور، تعالى جنبي عشان الناس لهم فضل عليا بصراحه. تعالى بصراحه انا من غيرهم انا ما كنتش هبقى موجود النهارده، ربنا يخليهم لي طبعا، ودايما في ظهر بعض. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي.